مكنت العملية من حجز كمية من الكحول الطبي قدرت بأكثر من 1170 قارورة من أحجام مختلفة. كانت معدل التوزيع كما تم حجز برميل معبأ ب60 لتر من مواد أولية و45 كيلوغرام من مادة أولية أخرى. هذه المواد تستخدم لتحضير محاليل مطهرة بدون رخصة من الجهات المختصة. كما بينت التحقيقات أن الوسم الملصق على بعض قارورات المادة الكحولية به بيانات غير مطابقة لسعتها الحقيقية.